الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا البطل العملاق من عمالقة الفكر والفقه والأصول، ومن عمالقة التقوى أيضا. هذا الرجل يقولون في لحظات الاحتضار، شوف في تلك اللحظات الفكر وين، أحيانا كلمة واحدة تكشف حقيقة ينبوع في داخل إنسان، كلمة واحدة. الشيخ الأنصاري في تلك اللحظات الصعبة الحرجة من حياته، لحظات الاحتضار، قال لتلامذته: أنا في الرسائل كتاب يقرأه الطلبة في الحوزات العلمية من قبل 100 وكذا عاما إلى هذا اليوم، يعني كل مجتهدينا، كل فقهائنا، كل مراجع تقليدنا عادة من أكثر من 100 عام إلى هذا اليوم تخرجوا على هذا الكتاب. الشيخ كلش كان مواظب في كلماته، كلش أنه يجرح بكلمة ماكو، أنه يتكلم بكلمة حادة ماكو. في أخريات أيام حياته في اللحظات الأخيرة كاتبين في أحوال أنه قال لتلاميذه: أنا كتبت عبارة حادة في الرسائل، اشطبوا هذه العبارة. ما هي هذه العبارة أيها الشيخ؟ الشيخ مناقش نظرية فقهية، فكاتب: إن هذا الكلام لا محصل له، يعني هذا الكلام مو مفهوم، هذا الكلام مو دقيق، هذا الكلام ما عليه دليل، مو كلمة حادة، هذا الكلام لا محصل له. أخاف هذه الكلمة اللي يناقشها لصاحب الجواهر، يناقش صاحب الجواهر بعدين يقول: وهذا الكلام لا محصل له. يقول: أخاف يوم القيامة صاحب الجواهر يأخذني أمام الله وفي محكمة العدل الإلهية ويقول: كيف كتبت هذه الكلمة لا محصل له؟ ليش إلى هذا الكلام محصل وإلى هذا الكلام دليل؟ اشطبوا هذه العبارة. يعني حتى مثل هذه الكلمة أولياء الله يخافون منها.